مصر أنت أغلى ضرة، فوق جبين الدهر غرة، يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي. أنت بلادي الجميلة، حصن السلام والأمان، وأنت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رؤية مصرية. زي ما وعدناكم في أولى حلقات برنامجنا إن احنا دايما هنتناول الموضوعات برؤيتكم أنتو، بعيونكم انتوا يا مصريين، واننا دايما هنهتم بكل موضوع بيشغل بالكم. وبمناسبه الاستحقاق الانتخابي وما اثير من جدل وشائعات حول العمليه الانتخابيه، قررنا نترك الاجابه على تساؤلاتكم لمن خاض التجربه الحقيقيه، وهو احد الساده الافاضل اعضاء مجلس الشورى، مجلس الصفوه. واللي ما يعرفش ايه هو مجلس الصفوه، فهو مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى زي ما تعودنا على المسمى ده طول عمرنا قبل التعديل الأخير للدستور المصري عام 2019. مجلس الشيوخ هو الغرفة العليا للبرلمان المصري، واللي دايما بيميز مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى عبر التاريخ أنه بيضم مجموعة من القامات والكوادر المفكرة أصحاب العقول المستنيرة، لأنه ببساطة المجلس اللي بيرسم السياسات العامة للدولة وبيناقش كمان الاتفاقيات الدولية والقرارات المصيرية، ولذا أطلق عليه أيضا مجلس الفكر. واللي بنتشرف النهاردة أن يكون ضيف حلقتنا أحد قامات مجلس الشيوخ المصري الموقر، السيد الأستاذ أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، اللي أطلق عليه أبناء المحافظة أن هو اختيار الشارع الدمياطي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وشكرا جزيلا لحضرتك على استجابتك الكريمه للدعوه وتشريفك لنا النهارده. اهلا بحضرتك يا دكتوره اسماء، انا شاكر على الدعوه الكريمه وشاكر دعوه رؤيه مصريه. الشارع المصري او الشارع الدمياطي او الرؤيه بتاع برنامج بتاع حضرتك ده دليل ان دايما بنحس بنبض الشارع. اعرف نفسي الاول، انا احمد عبد الشافي البلشي، موجه تربيه رياضيه، رئيس مجلس أمناء إدارة كفر سعد التعليمية، عضو مجلس أمناء الأمناء والآباء بمحافظة دمياط، رئيس لجنة دعم الموهوبين، رئيس جمعية رعاية الرياضيين بدمياط، رئيس منطقة المنيا فوتبول. الحمد لله كل ده جاي من خلال الجهود في العمل الخدمي من خلال المحافظة إن شاء الله. في الحقيقة أستاذ أحمد، إحنا النهاردة عايزين نستثمر وجود حضرتك معانا علشان نجاوب على تساؤلات عديدة بتشغل بال المواطن المصري وأثير بشأنها خلافات وجدل. نحب ناخد المعلومة من أهل الخبرة. بداية، في كثير من المواطنين بيتساءل عن ماهية الدور الحقيقي لعضو مجلس الشيوخ. نحب نعرف من حضرتك. مجلس الشيوخ منوط به عمل تحالفات، عمل اقرار المعاهدات والتحالفات واقرار سيادة الدولة المصرية، ده رقم واحد. رقم اثنين، اقرار مشروعات القوانين التي تحال اليه من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس النواب. المشاركة في او الاتصال مع الاتصال الاهتمام بالسياسة العامة للدولة، وسواء بالشؤون العربية او الشؤون الاجنبية او الداخلية. إذن هنا مجلس الشيوخ هو مشروع بث قوانين أو تعديل قوانين أو مشروع استشاري، دائرة مغلقة بيتم فيها تعديل بعض القوانين التي تهم الشارع المصري من خلال مجلس الشيوخ. يعني حضرتك تقدر توضح لنا الفرق بين دور عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس النواب، لان الناس بتخلط بين المفهومين، عايزينهم يعرفوا دور عضو مجلس النواب ايه الفرق بينه وبين دور عضو مجلس الشيوخ. قلت لحضرتك ان عضو مجلس الشيوخ مهمته الاساسيه هو وضع قوانين او تعديل بعض القوانين التي تم اتخاذها من خلال مجلس النواب. يعني في بعض القوانين التي تم اتخاذها بيتم تعديلها من خلال مجلس الشيوخ. بعض القوانين التي يرسلها السيد رئيس الجمهورية لأخذ رأي مجلس الشيوخ، دي كلها حاجات بتختص بمجلس الشيوخ. تمام. فالفرق بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ان بتاع النواب خدمي من الدرجة الأولى وله الحق في المراقبة. تمام. أما مجلس الشيوخ هو تعديل بس القوانين ووضع القوانين. تمام. حضرتك عضو مجلس شيوخ عن حزب مستقبل وطن، هل هو حزب الدولة زي ما بعض الناس بتقول وتردد المعلومة دي؟
لا هي معلومة خاطئة بالكاد يعني، لأن هقول لحضرتك على حاجة، ما اتفضل. فيش دلوقتي حزب الدولة بتنتمي له، احنا دلوقتي كلنا بنتمنى الانتماء للدولة، فإن كان حزب مستقبل الوطن أو الأحزاب الأخرى كلها بتنتمي لمصر، والدليل على كده إن احنا ما شفناش إن الرئيس دخل أو المجلس الوزراء أو حد منتدب أو حد متحالف أو حد بينمي حزب على حزب، انما كل الاحزاب بتعمل لصالح مصر. فحزب مستقبل الوطن هو حزب بيعمل في الشارع المصري وبيعمل بجد وباجتهاد حتى ينال المواطن المصري حقوقه من خلال مشاركته. يعني نقدر نقول للسادة المشاهدين وللمواطن المصري إن حزب مستقبل وطن ليس حزبا للدولة، كما أقر السيد الرئيس في بداية توليه المسؤولية أنه لا ينتمي ولا وليس في خطته أن ينتمي إلى أي حزب مستقبلا. فحزب مستقبل وطن هو بيدعم السياسة العامة للدولة، ولكن ليس هو حزب الدولة، فهو يعمل في الإطار الذي لا يمس بالأمن القومي، وفي نفس الوقت هو حزب متعاون جدا مع المواطن، وهدفه الأساسي مصلحة الدولة والمواطن، وهدفنا جميعا هي مصلحة مصر أولا. هل فعلا في مقابل للترشح عن يعني بعض الأحزاب زي ما أثير في الآونة الأخيرة، ولا ده إيه؟ لا هو دي بس إشاعات بتتقال. أنا واحد من الناس كمدرس وكموجه في التربية والتعليم لا أملك غير وظيفتي، ولكن أملك العمل الخدمي، ومن خلاله تم اختياري في حزب مستقبل الوطن إن أنا أمثله في الفردي بالنسبة لمجلس الشيوخ، وده كان شرف كبير ليا. والشارع الحمد لله بفضل من ربنا إن هو اختار أحمد البلشي، ده دليل إن هو راجل متواجد في الشارع الدمياطي، إنما ما قيل وما يقال ده هراء لا أساس له من الصحة. سيادة المواطن المصري، إقرار من السيد الأستاذ أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط بأن ما أثير من جدل وشائعات حول تقاضي بعض الأموال أو دفع مقابل الترشح ما هو إلا ادعاءات كاذبة ليس لها أساس من الصحة. في تساؤل بيشغل برضو المواطن يا أستاذ أحمد، بعد نجاح المرشح عن أي حزب من الأحزاب، هل يعمل لصالح الحزب أم أنه سوف يعمل لصالح المواطن الذي انتخبه وجعله في منصب؟ هو أقول لحضرتك على حاجة، هو المواطن والحزب أو المرشح والحزب جم علشان في خدمة المواطن العادي والمواطن اللي موجود في الشارع، يعني هو الغرض كله إن خدمة المواطن المصري وتلبية طلباته، سواء طلبات تخص المنطقة اللي هو عايش فيها زي الأشياء العامة اللي احنا كلنا بنعاني منها زي الصرف الصحي والمياه والكهرباء وغيره. فإذا المرشح والحزب كلهم في خدمة مصر وفي خدمة الشارع المصري. تمام. أستاذ أحمد، ما هي الأجندة أو السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لخدمة أبناء الشعب المصري عموما وأبناء محافظة دمياط تحديدا اللي هي دايرة حضرتك؟ إيه اللي الحزب هيعمله إن شاء الله في الفترة الجاية لدمياط؟ هو في حاجات كتيرة قوي في دمياط احنا محتاجينها، الحزب حاطط ايديها عليها وحاطط طبعا وضع المشكلة وحاطط اسبابها وحاطط حلول لها، فاحنا دايما ان شاء الله ربنا ييسر لنا الامر ان شاء الله، وهنحط خصوصا الشارع الدمياطي عندنا مشاكل كثيرة زي مشكلة الاساس، مشكلة الرياضة، مشكلة الثقافة، مشكلة الصحة، مشكلة التربية والتعليم. الحمد لله في اجندات للعمل على حل هذه الملفات. تمام. في مقولة بتقول احنا ننزل وننتخب ونشارك ليه، واحنا لاحظنا طبعا ان الاقبال على العملية الانتخابية اصبح مش بنفس القوة اللي كما عهدناها سابقا، فالناس بتقول احنا ليه ننزل ونشارك وبعد ما المرشح بينجح احنا مش بنشوفه تاني. طب احنا ازاي نعزز فكرة التواصل بين المواطن واعضاء المجالس الانتخابية سواء كان مجلس شورى او مجلس نواب؟ هو الفكرة حضرتك انا اخترت المرشح ده ليه؟ لأنه موجود معي، موجود في أفراحي، موجود في أحزاني، موجود في مشاركات المجتمعية، بيقدر يخدمني على قد ما بيقدر قبل ما يترشح، فما بالك بقى أنه لو اترشح هيقدر الخدمة بتاعته هتوسع وهتكبر، وأكيد هيخدم الدائرة بتاعته، هيخدم أهله يعني. احنا ممكن نعزز التواصل من خلال ان يكون في مقر مثلا لكل مرشح
طبعا بيبقى كل مرشح مشغول احيانا بالجلسات والمهام اللي عنده، ممكن من وجهة نظر حضرتك نعمل ايه؟ يعني يكون في مثلا مندوب للمرشح ده او حد موجود في المكان بحيث ان المقر يفضل مفتوح على طول؟ هو انا هقول لحضرتك على حاجه بخصوص ثانيه، ان شاء اتفضل. الله احنا في صدد ان احنا انشاء مقر في مركز كفر سعد، وفي مناديب انا عامل مثلا في كل قريه من القرى بتوع المحافظه، واحد يشوف مطالب القريه لو انا مسافر او انا هنا او هنا، وبيبلغني بقى بالتليفون وبنتقابل وبنحاول نحل هذه المشاكل بصفه سريعه او بطريقه سريعه، لحين عمل جلسات شهرية مع عمل لقاء دوري مع أهالي محافظة دمياط بنرتبها احنا مع فريق العمل بتاعنا، ان مثلا النهاردة هنروح قرية كذا، بكرة هنروح قرية كذا وهكذا. تمام. سيادتك نائب بمجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، وهي رغم صغر مساحتها إلا أنها من المحافظات ذات العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية وبها العديد من الملفات الشائكة، وأبرزها ملف صناعة الأثاث اللي هو حديث الساعة حاليا. ممكن حضرتك تكلمنا عن بعض الحلول اللي ممكن نقدمها قدام التحديات اللي بتقابل صانعي الأثاث في دمياط؟ نتكلم المشكلة بالتفصيل، بدأت إزاي مشكلة الأساس مشكلة كبيرة جدا، هي بدأت بظهور بعض المشاكل الصغيرة وتغاضى الناس عنها إلى أنها كبرت وبقت أصبحت مشكلة أو تفاقمت المشكلة، حتى أصبح الأساس الدمياطي في مهب الريح، أو بالمعنى الصحيح أصبح الأساس الدمياطي لا يباع ولا يشترى إلا نادرا عند أصحاب الثقة فقط لا غير، وده بسبب دمياط. يعني اولا هو من المفترض ان احنا علينا النهارده من ضمن الحلول واحنا سعينا فيها او انا سعيت فيها انا وحد معايا، ان احنا نعمل سجل تجاري لكل ورشه، بحيث ان احنا نكلف الغرفه التجاريه بتاعه محافظه دمياط بس باعطاء الورش اللي لها تراخيص واللي لها سجلات تجاريه الخشب والابلكاش دي بطريقه مدعمه، بحيث ان انا اطلع الاوضه او الحجره بأقل الأسعار، وبكده المنافسة أو البيع والشراء في دمياط هيزداد من خلال عمل الدعم من خلال الغرفة من خلال التجارية. الغرفة التجارية. واخد بال حضرتك؟ هي المشكلة كلها اللي بتؤرق الناس كلها، وبدأت الناس كلها تسيب حتة الموبيليا، إن النهاردة الكهرباء الناس بدأت تئن منها، لأن طبعا الورشة وبدأت السماسرة اللي هم النهارده بيعتبروا شوهوا صورة الأساس في دمياط بالفعل. بالفعل، واخد بال حضرتك؟ ودي خلت عدد كبير جدا من رواد دمياط من خلال الأساس إن هم ما يحضروش، يقول لك أنا هشتري من القاهرة أو اشتري من البلد اللي أنا فيها تمام. أغلى شوية وما أروحش أتبهدل وكلام من ده. ولكن إنشاء مدينة الأساس في دمياط كان الغرض منها إن احنا نبقى عاملين سوق مفتوح للأساس في دمياط فيه جميع الأسعار بما يتناسب مع الجميع، بدل النهارده المشتري ما يجي يلف في الشوارع، لا هيروح سوق هيلاقي كل طلباته مجابة من أقل حاجة لأعلى حاجة. المشاكل كثيرة في خصوص الأساس، وهي بتتعلق بس بالأخشاب والأبلكاش. طيب أستاذ أحمد، هل المشكلة الأساسية هي في الصناعة وتوفير المواد الخام ولا في التسويق عموما؟ أنا ملاحظة أن فكرة التسويق عندنا في دمياط يعني ضعيفة شوية، أن احنا نسوق للمنتج. هو دمياط كانت مسوقة نفسها طبعا تجاريا بالنسبة للأساس، بس طبعا بعد وجود السماسرة وفرض البلطجة على المشتري فبدأ الراجل المشتري يهرب بيعرض عن يعرض عن دمياط، ودي حاجة بقت. أما الموبيليا الدمياطي معروفة، ولذلك معظم الدمايطة خرجوا خارج دمياط وعملوا معارض عندنا في بالفعل. القاهرة في اسكندرية في جميع المحافظات، هنلاقي معارض من دمياط وبأسماء ناس من دمياط بالفعل. وشغالة. فديت المشكلة اللي عندنا ديت، هو المفروض بيبقى فيها مشكلة أمنية زائد مشكلة تجارية، الأمن موضوع السماسرة والتجارية اللي هو موضوع الأبلكاش والأخشاب. تمام. خلينا ننتقل من ملف الأساس إلى ملف الرياضة. بصفة حضرتك رئيس جمعية الرياضيين وعضو بمجلس الشيوخ، هل لديك بعض التصورات عن تشريعات أو قوانين تخص الملف الرياضي، وخصوصا أن هناك إمكانيات ما زالت تنقص محافظة دمياط في النشاط الرياضي، بداية من النشاط المدرسي مرورا بمراكز الشباب وتأهيلهم؟ هو النشاط المدرسي دلوقتي بسبب الزيادة السكانية والكثافة بدأ يتم البناء في الأفنية
تمام. ودي كانت متنفس طبيعي لطالب المدرسة، سواء رياضيا أو اجتماعيا أو ثقافيا. يعني كنا بنعمل في فناء حفلات وكلام من ده، غير مباريات الكرة وممارسة النشاط الرياضي ده بالنسبة للمدارس. أما بالنسبة للعموم، الرياضة في دمياط بعد هبوط نادي دمياط وغزل دمياط، وبعد إهمال استاد دمياط، أصبحت الرياضة في دمياط تئن، لأن مفيش اهتمام بالرياضة. بعكس ما كنا الأول، الرياضة دي بتجذب اقتصاد مهم جدا جدا لدمياط من خلال الرواد وخلال الجماهير التي تأتي إلى دمياط. يعني أنا فاكر آخر ماتش في الدوري للزمالك ودمياط سنة 97، كان جماهير الزمالك كلها موجودة في دمياط من الساعة 8 الصبح، اللي بيفطر واللي راكب تاكسي واللي راكب حنطور واللي بيشتري موبيليا واللي بيشتري حلويات واللي بيشتري جبنه واللي بيشتري احذيه. كان سوق اقتصادي مهم جدا جدا عملنا رواج لدمياط، اقتصادي. كان عامل رواج اقتصادي في دمياط مهم جدا، وشهره الاساس الدمياطي من جماهير الكوره اللي كانت بتيجي لدمياط بصفه مستمره. ايوه تمام. فاحنا الحمد لله ربنا اكرمنا بوكيل وزاره للشباب والرياضه الاستاذ محمود ابو زهره. ده شخصية محترمة جدا، فكره استثماري بيتناسب مع فكر السيد وزير الشباب أشرف صبحي. الفكر بقى بيقول إن احنا الرياضة دي نعملها استثمار، يعني نجيب فلوس بغض النظر عن الأول بقى دي ميزانية دولة لا، هنجيب مستثمرين يشتغلوا على أعلى نطاق، نحقق دخل للمستثمر ودخل للدولة، وهتبقى الحاجات دي بتاعت الدولة إن شاء الله في القادم. واستاد دمياط ان شاء الله هيعود، ان شاء الله هيعود النشاط الرياضي لدمياط تاني ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا علشان نكمل الحوار الشيق مع استاذ احمد البلشي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. أستاذ أحمد، كان في طبعا برنامج انتخابي لحضرتك، كان في حاجات على قائمة أولوياته، عايزين نعرف في إيه هي الحاجات اللي كانت على قائمة أولويات برنامج حضرتك الانتخابي، وإيه المتاح إنه يتنفذ؟ هو اللي كان على قائمة الأولويات دايما بيبقى التعليم والصحة، التعليم رقم واحد والصحة رقم اتنين، لأن دول بيمسوا الإنسان العادي، وكلنا طبعا بنحتاج الصحة وكلنا بنحتاج التربية والتعليم. فدي كانت من ضمن الأولويات. وكان لنا بخصوص أن أنا عضو مجلس، رئيس مجلس أمناء إدارة وعضو مجلس أمناء المحافظة ورئيس لجنة دعم الموهوبين في محافظة دمياط، كان لي بعض الآراء مع السيد وكيل الوزارة، والحمد لله من خلالها حاولنا بقدر الإمكان نسد العجز اللي موجود في التربية والتعليم من خلال المشاركة المجتمعية، وفي نفس الوقت بنخلي الشابات او الفتيات او حديث التخرج من الجامعه ان هو بيشتغل وبيحس بذاته ان هو شغال في مدرسه وان هو معلم. دي بخصوص التربيه والتعليم طبعا. دي حاجه. تاني حاجه اللي هو تطوير مع هيئه الابنيه، تطوير المدارس من خلال امدادها بجميع المجالات، سواء تربيه موسيقيه او ادوات تربيه رياضيه او غيره، تمام. وبنحاول بقدر الامكان ان يبقى في افنيه واسعه لممارسه النشاط الرياضي والثقافه في المدارس. بخصوص الصحه، الصحه دي طبعا بيرتادها الغني والفقير وكلنا محتاجينها. بنتواصل مع مدير المستشفيات ومع السيد وكيل الوزاره من خلال بعض رجال الاعمال بتقديم بعض المساعدات التي يحتاجها المستشفيات بعض الجوانتيات او الماسكات او غيره او غيره في خلال ظروف الكورونا، المستلزمات الطبيه. المستلزمات الطبيه اي طبعا، والحاجات ديت الحمد لله بنعمل من اجل خدمه المجتمع الدمياطي والمجتمع المصري.
تمام أستاذ أحمد، الثقافة دايما ملاحظة إن مفيش اهتمام بفكرة الثقافة، إزاي نعزز الثقافة دي لدى المواطن وخاصة الشباب، الفئة العمرية اللي لسه بتنشأ، يعني الفئة العمرية الصغيرين كأطفال وشباب، إيه اللي ممكن نقدمه ليهم من خلال إيه مثلا؟ يعني احنا تعودنا زمان ان قصور الثقافه دي اللي كان عنده موهبه يقول له روح قصر الثقافه. تمام حاليا قصور الثقافه ابتعدت في الفتره اللي فاتت عن هذا المجال. احنا نعلم جيدا ان قصور الثقافه كان فيها فرق تمثيليه، فيها بالفعل فرق مسرحيه، فيها مطربين، فيها عازفين، فيها فنانين في الرسم، فيها فنانين في النحت. قصور الثقافة دي هي بتلبي موهبة أو بتنمي موهبة كل موهوب. احنا نتمنى ان هي ترجع تاني، لأن طبعا احنا في الفترة الأخيرة شفنا الموهوبين في التربية والتعليم بدأوا يظهروا في الفترة الأخيرة، سواء من إلقاء الشعر أو الغناء أو غيره أو الرسم. وتم من خلال لجنة دعم الموهوبين في محافظة دمياط، وتم تكريم، احنا كرمنا أطفال وطلبة في إعدادي عملوا أجهزة للتعقيم بأقل حاجة، وتم نشر هذه الأجهزة وتم شرائها من خلال بعض الشخصيات لنجاح هذه الفكرة وتحقيق المطلوب منها. قصور الثقافة لابد أن تعود مرة أخرى منارة ثقافية ومنارة علمية للآخرين. لأن كان دايما الأول لما بنحب نسهر بالليل يقول لك تعال نروح قصر الثقافة، هنلاقي فيه غناء، هنلاقي فيه فنانين وغيره. نستأذن حضرتك أستاذ أحمد، هنطلع فاصل ونعود. اتفضل. الأذان. رجعنا لكم تاني ونكمل حديثنا مع الأستاذ أحمد البلشي عن قصور الثقافة. قصور الثقافة لابد من العودة لسابق عهده. قصور الثقافة أخرجت لنا عمالقة وكنا بنشوفهم وبنشاهدهم على التلفزيون المصري. قصور الثقافة لابد من وجود رعاة لتنمية أو رعاية المهرجانات أو المسابقات والموهوبين التي يتم الإعلان عنها من خلال قصور الثقافة، سواء مهرجانات غنائية أو مسرحية أو فنية. عرفنا الفنان محمد طه والفنان متقال من خلال قصور الثقافة. عرفنا إن ممثلات وممثلين كتار جدا بدأوا في قصور الثقافة إلى أن وصلوا للنجومية من خلال قصور الثقافة. إحنا هنعمل إن شاء الله على العودة لهذه الأنشطة مرة أخرى، لأنها كانت بتنمي مواهب وبتخرج مواهب من الريف المصري ومن المنطقة الشعبية المصرية. فإن شاء الله يتم الاهتمام بها إن شاء الله في المرحلة القادمة. لفتة جيدة من النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، إلى في دعوة منه إلى الاهتمام بقصور الثقافة. زي ما احنا تعودنا وتربينا دايما ان قصر الثقافه كنا بنروح فيه حفلات وبنحضر وبنقدم فيه مواهب، وكان دائما منبر او مكان بيخرج منه العديد من المواهب التي اصبحت ذات شأن في المجتمع المصري حاليا. فندعو ونطالب بالاهتمام بقصور الثقافه، وان شاء الله سياده النائب هيهتم بده مستقبلا في الفتره القادمه. سياده النائب، في ظل مقومات الأمن القومي ومن خلال دور مجلس الشيوخ في مراجعة الاتفاقيات الدولية كما هو معروف، كيف ترى المفاوضات المصرية بخصوص سد النهضة؟ وهل هناك حل للأزمة بالمسار التفاوضي أم أن كل الخيارات متاحة بما يتوافق عليه القيادة السياسية؟ رأي حضرتك إيه في الموضوع؟ أولا مجلس الشيوخ والمعاهدات، ده الدور المنوط به مجلس الشيوخ ان هو بيدعم هذه الاتفاقيات والمعاهدات بما يحقق السيادة المصرية على الدولة المصرية، وبما يحقق السلام العادل، وبما يحقق السلام الاجتماعي للشعب المصري.
المقومات الأساسية للمجتمع والقيم العليا من خلال الحقوق والواجبات، لابد من إبداء الرأي. أولا احنا مع القيادة السياسية في اتخاذ القرار بخصوص سد النهضة أو بعض القرارات الأخرى، لأن القيادة السياسية والقيادة التنفيذية من خلال تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا حاطين ثقتنا فيها، وثقتنا كبيرة جدا، لأنه طبعا بيتم اتخاذ ما يناسب الشعب المصري وما يحافظ على تراب الشعب المصري. تمام، كلنا ثقة في القيادة السياسية وثقة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه سوف يدير هذا الموقف وغيره من المواقف التي تطرأ أو طرأت بكل الحكمة والحنكة، فكلنا ثقة في سيادته. وللأسف وقت حلقتنا انتهى. نحب نشكر حضرتك يا أستاذ أحمد، وشكرا جدا على استجابتك للدعوة، وإحنا تشرفنا جدا النهاردة بوجودك معنا. أنا بشكر برنامج رؤية مصرية، شكرا وبشكر جزيلا الدكتورة أسماء، لحضرتك. وحاجة بسيطة بس للشعب الدمياطي، إن بنقول لهم إن إحنا تحت أمركم وإن شاء الله خدامينكم، وإن شاء الله نشوف دمياط حاجة كويسة إن شاء الله، إن شاء على الله. ونتمنى من الله أن يتعاون الجميع معنا إن شاء الله على إظهار دمياط بالمظهر الذي يليق باسم دمياط. إن شاء الله. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم رؤية مصرية الساعة 2 يوم الاثنين.